إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا شبيه له، إله واحد ونحن له عابدون وباستعباده لنا مشرفون ومكرمون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وشفيعنا وقائدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فهدى به الأمم بعد حوضات الفتن، فجاهد فيه حق جهاده حتى أتاه اليقين، وبلغ عنه مراده من الخلق كأفضل ما يكون التبليغ، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاه الله عنا خير جزاء، صلواتك ربي والسلام عليه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله ويغفر لكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة، يقول جل من قائل في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال جل من قائل في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. الجامع في هاتين الآيتين أيها الأخوة هو تربية الأطفال. كيف نربي أطفالنا على هدي من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في هذا الفصل اللي فيه طول وطل وفيه جلوس الأبناء وراحتهم أكثر من غيره من أشهر السنة، عطلة الصيف هذه، وكذلك يشتكيوا اليوم الآباء بعضهم وكذلك بعض الأمهات من سلوك بتاع أبنائهم. شبيه ولدي يعقد، شبيه ولدي ما يخدش الراي، يا شيخ زعما شنو نعمل، شبيه الحكاية، شبيه ما طلعش حتى هو وخوه فرد التربية، عايشين في نفس المكان، نفس الأبو، نفس الأم، نفس طريقة التربية ونفس المنوال، ولكن واحد يطلع نوع وربما واحد آخر يطلع في سلوك آخر. ثم قواعد على هدي من القرآن والسنة، هذا أولا، وكذلك في علم نفس الأطفال، في علم النفس
وهي قالت البعض من الكثير في هذه الحال لا نستطيع أن نحيط بها في وقت وجيز كما هذا حتى وإن سعينا بذلك. لذلك أيها الأخوة سأذكر بها مجملة مع شيء من الشرح. مثلاً هل نبدو مش نجتنبوا الحاجات اللي تخلي أبنائنا يكونوا معادين، يكونوا عدوانيين؟ مش مالها الأبن يبدأ عدواني، يبدأ يضرب في أخواته، نجد يقابل حتى جيرانه والأصغر يضربهم، يقابل حتى الكبار في بعض الأحيان ما يحترمهمش، وهكذا دوالين شد الحاجة يكسرها، تقول شبيه هذا يشتم، يقول في كلام مش حاجة، يعاند إلى آخره. هذا بعض من العدوانية تاع بعض الصغار، بيحفظ صغارنا وصغارنا وخيالنا كل يا رب العالمين. بعض النقاط والحاجات اللي تجعل يكون هكذا عدوانيا، أولا في بعض الأحيان يشعر أنه مرفوض في المجتمع بسبب من الأسباب، مثلا عمل غلطة من الغلطات أو عمل غلطة أكثر من مرة، فوالديه في الدار وكذلك أصحابه وإحنا نركز على الدار قبل الشارع، لأنه الدار عليها المعول على كل واحد، ثم تجي المدرسة، ثم بعد الشارع وربي يهدي الجميع، لأنه لا يعول على الشارع مع الأصف في غالب الأحيان، وكذلك الجوامع من غاياتها كذلك أنها تهدي للطريق المستقيم صغارا وكبارا. إحساسه بأنه مرفوض اجتماعيا يجعله عدواني. كذلك الأسرة في بعض الأحيان يشجعوه على سلوك عدواني، يقولون له باش تدافع على روحك لازم تكون عدواني. الخير يقول هنا أخي أنا ما ندافعش على روحي، ولدي يقول له لا اللي يضربك ما تضرب ما ترش علوش، لا مش صحيح، ولكن يقولون بنفس القدر. قال يقول ربي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو الطفل تتكون الشخصية بتاعه في خلطه للجيران، في خلطه لأخواته، في خلطه للجيران، في خلطه لأصحابه في الروضة، في الروضة القرآنية، في خلطه في المحفلة، في المدرسة، في الشارع، وربط بين الشارع ونعاود ونأكدوا، وكذلك حتى في الدار، فما حاجات تتسرب لينا ونحن ما في بالناش بها، وتأثر تأثير في بعض الأحيان أكثر من الأثر ونحن، ألا وهي وسائل الإعلام خاصة التلفزيون. ربي يحفظ الجميع، والإنترنت ما فيها. كذلك أيها الأخوة شعور بالنقص يبدأ عنده مثلاً عيب خلقي، مثلاً نقص النظر، مثلاً نقص في السمع، يديته مثلاً فيها حاجة، ساقه إلى آخره. لازم إحنا ما نحسسوش بالنقص هذاك ونخليوه بالضعف يعمل قوة. يحس بالنقص يحب يعوض النقص هذاك بالعدوانية، وأنا بقول فيهم أيها الأخوة ونقف عند بعض الحاجات اللي احنا عندنا فيها دخل اكثر، ربما نشرحها اكثر. كذلك في بعض الاحيان ولدك ما ينجمش يعبر عن الاحاسيس بتاعه، يحب يطلب حاجه، يحب يقول حاجه، ما ينجمش يعبر عليها، فيتجنب للعدوانيه. هذا كي تصغير بس ما بديش يتكلم نتفاهم الشيء هذا، مثلا تحسوا على حاجه هو ما ينجمش يتكلم، يبدا يبكي، ولا مثلا يشد يعبر يعض أمه ويعض أخوه إلى آخره اللي منعه من الحاجة. ولكن وقت اللي يكبر في سن معينة ما ينجمش يعبر، علاش؟ لأنه إحنا ما خليناهوش المجال باش هو يعبر على اللي فيه اللي عنده. ولذلك أيها الأخوة نأكدوا على الشيء هذا، ما نحضروش الصغار، ما نحضرهمش. سيدنا إبراهيم عليه السلام وقت اللي جاء الأمر في الرؤيا من رب سبحانه وتعالى باش يذبح ولده إسماعيل، وهو نبي ومأمور بالتطبيق ما فيش دعوة، ولكنه مع ذلك أيها الأخوة شاور، شوفوا يعني هذا نبي وأمر رباني وما فيش، ولكنه قالوا فلما بلغ معه السعي قال يا بني، شوف أحلام كلمة بالحنية، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيش ورايك وليدي؟ راني ريت أن نذبحك، ورؤيا الأنبياء حق. هو يعرف وعنده التربية الرب بها ولده فيها أي غايات كبيرة. الآية دي تعالى شاور قلناها قد يكون قبل أنه يشارك في الثواب، ولكن
ناخذ العبره من هذا، ما نحقروش الصغير وما نخلوش يتكلم. جاء امر رباني هذاك وقال له فانظر ماذا ترى، شوفوا هذا واش قال له، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ان شاء الله يعني شوف اكل الحكمه اللي عنده وهو مازال صبي ومازال صغير. اذا كذلك يشعر بالاحباط اذا ما نجحش يوصل لحاجه معينه، مثلا ما نجحش في دراسه، ما نجحش باش يوصل لهدف معين، على الاهداف نتاعهم اللي تكون على قد اعمارهم. ما نحكوش على اهدافنا نحن، احنا اهداف اخرى، ولو اهدافنا غالبيتها دنيويه. الموت تهز وترد، ما تردش سامحوني، الموت هي تهز فينا كل مره واحد، ولو نمشي من اللي مات وتمشي فوق قداش من حاجه هو تمنى يعملها دنيويا وما لهاش، يعني شاف الغايات نتاعو مع نتاعنا مع ربي وتكون اخرويه، ولكن مع الاسف كما يتمكنش كذلك يصبح عدواني لانه يشعر بالاحباط. اخر حاجه نقطه في الباب هذايا تعرضه للقهر من طرف الاخرين. يا وليدات مقهورين في ديارهم مع بياتهم مع امهاتهم، نتذكر شكون يعني احنا في العاده قدام الناس ونحن نزيدوا نكبروا بيه ونعليوا له القيمه نتاعو، ولكن فما ناس تعمل العكس قدام الناس، يزيد ينزل على ولده وما يرحموش، او يجي قدام الناس قدام اصحابه في مدرسه اللي خطا، قد يكون ارتكب وقد يكون ما عملش ويضرب قدام الناس مثلا. تصور انت شفت قدام الناس 10 سنين يعطيه نفس مثلا، شوف كيف الاهانه اللي هو تعرض لها. كذلك كل يمشي يتكلم كله لا ما تكلمش يتقهر، فهي عنده طاقة تقعد مكبوتة لكن يخرجها والعياذ بالله في حاجات ما هيش باهية. هات نرجعوا للحاجات الباهية ونختصر لأنه كما قلنا الأمر أكبر من هذا بكثير. شنو هي الحاجات اللي تجعل المطيع؟ وهذا احنا نحب عليه أيها الأخوة. البعد عن الأساليب التربوية الخاطئة، الضرب ما هوش وسيلة، منها الضرب عمره ما كان الضرب وسيلة باش نربيو صغارنا، الإهانة، التوبيخ، النقد، وأنت شو فيك عملت هيك؟ شو فيك عملت هيك؟ شو فيك عملت هيك؟ وعلاش عملت هيك؟ فيها ناس لو نغضوا الطرف في بعض الأحيان، يقول صاحب القصير وغض الطرف إن عثر، كي يعثر ويغلط، حسب روحك إن رات وإن ما راتش في بعض الأحيان، في هذا الحال مش ديما، لكن التوبيخ وفلان عمل وعمل وعمل وأنت شو فيك ما عملتش هذيا؟ يحس روحه بالنقص وهذا مش باهي. كي نبدا بعض الاساليب هذيا يكون ان شاء الله ساهمنا في انه يكون مطيعا. كذلك ايها الاخوه ايقاف التدليل الزائد ولا القسوه الزائده. الدلال يخلي في البيت نعطيه الفلوس زائد ومازال صغير، ولا تبقى لنا نبدو ب 10000 ولا 20 تبان ما يعمل بها ساعات، ولا ما يطلب يلقى. فما شكون مره قال لي بنتي صغيره في بعض الاحيان تطلب حتى كعبه الحلوى وقلها لا، قال لي خلينا عاجز عليها، قال لي وليت باش نعلمها لانه في بعض الاحيان نعطيه في بعض الاحيان ما نشكوش، لانه المطالب تكبر معاه نهار اخر. اليوم يلبس الصباط نتاع 20000 والله كي يكبر يحب نتاع 200 دينار، خير مش نقدر عليها ما نقدرش. كان انا ديما ندير له لا وليدي 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 يطلب ياخذ له طب يمر طب حلوى طب شوكولاته طب صباط طب ياخذ ياخذ، وغد انا عاجز يولي هو نوع اخر، لان انا ما حققتلوش الرب هذاك وعودته ان ديما مطالبه تتحقق. اذا تربويا في بعض الاحيان نقولوا ايه، في بعض الاحيان نقولوا لا، لا ندبل بزايد ولا نقصوا بزايد. وحاجه مهمه جدا توحيد السياسه التربويه بين الوالدين، هذا كان في علم النفس راهو ولكنه مهم. في بعض الاحيان كل واحد اللي يشير ثلاث الشمعه هو يحكي لي في علم النفس، احنا لو كان نحققوا تربيه باهيه لوليداتنا حققنا هدف اسمى وهدف كبير ياسر. شو معنى توحيد السياسه التربويه بين الوالدين؟ مش البو يكبس والام تلخف، ولا العكس الام تلخف والبو يكبس. ها؟ قولوا البابا نحب نمشي فوق على فريق، قولوا لا ما تمشيش، نحب نعمل حاجه ما تمشيش، البو يمشي تدخل مره مره شعر فيه. هو بيد وقتها يولي يلتجي لك يسهل له المامورين، ساعات راه البو يسهل، لكن تقول له يكونوا متفاهمين بين بعضهم على نفس الطريقه. وما تنجحوش كلمة وعظها، لأنه هو وقتها يقول لك فيها فرق شوية عبث في الحكاية، هاي برا تشيل هذايا ونولي نمشي للآخر، ويولي وقتها يمشي يتساهل معها أكثر في بعض الأحيان. العدل بين الأبناء،
الفرق بين العدل وبين المساواة. ربي سبحانه عادل، ما هوش يساوي. ربي كي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الميراث قال مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا اسمه عدل، ما هوش مساواة. العدل بين الأبناء مش كما نعطي مصروف ولدي يقرأ في الجامعة كما ولدي يقرأ في الأولى الابتدائي مثلا، لأن المستلزمات والحاجيات ما هي نفسها، فهنا فما عدل. وكذلك أيها الأخوة، نعدل في الثواب وفي العقاب، مش ولدي أنا كتبت عندي حاجات شاقة النديه ويدزوز قدرين على نفس الحاجة، والأخرى لا وليدي ترتاح برا ما يسالش موجود هذا ساعات حتى توابع يبدا واحد يدلل الاخرى. ردوا بالنا من العمليه هذه، راه ياما عملت مصائب في العائلات وقت اللي ما نعدوش من صغارنا، ياما صار فيها قطع لصله الارحام، وياما صار فيها عقوق، وياما ضحكت فيها ناس. عدم العدل ما بين الصغار في العطاء وفي الثواب وفي العقاب وحتى في التبسيمه وفي المحبه وفي غيره، ساعات القلب يريد الواحد خلاه بين من ربي هذيك. اسعى انك تعدل ما بيناتهم، اسعى ما استطعت، والبيت على ربي سبحانه وتعالى. اقول ما تسمعونه واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على حبيبه ونبيه ومصطفاه. حاجه اخرى ايها الاخوه، تجعل الطفل مطيعا. انا كي نؤمر باش يعمل حاجه ولا ننهاه على حاجه، المثل الاعلى يكون انا مثلا، ونقول له يا ولدي ما تمشيش للقهوه، قهوه هذيك اللي مش يصدروا فيها بعد فات ياما سوايع عطيه، وانا تبقاني نمشي لها قهوه، ونقول يا ولدي ما تدخلش، وانا تبقاني ندخل، يا ولدي ما تقولش الكلام مش باهي، وانا نقول فيه ساعات حتى بين اصحابي، عاد وين هذايا؟ يقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وذي الثنى كيما يصح به وأنت سقيم، وتراك تسلك بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. حتى ليوسف في الأخر يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يعني أنا نكون قدوة لي بالحق، ونبدا نصلح روحي قبل ما نصلح صغيري، واللي انا مأمور ان نصلحه هذا كذلك وجه اي مربي، سواء المربي تاع في الدار، سواء المربي في روضه، سواء في مدرسه الى اخره. انا اصلح روحي وندعو الاطفال بدعوه الحال تسمى، يعني انا كي نشوف المستقيم ويستقيم كيفي، مش انا نعمل في العمايل ونقول له لا ما تعملهاش، اسمع قول اقرا على روحكم، وين اقرا القران عايش ولدي. ونوصي ونعاود ايها الاخوه على ذكر القران. السنة الوالد في البكالوريا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب حافظين 60 حصه. هاو هذايا حجه على الجماعه اللي ضد القران وضد الدين وضد وضد وغيره. ها؟ الوالد في تونس والجزائر والمغرب، هذه المعلومه تو اللي عرفوها، هما حفظه لكتاب الله سبحانه. فالقران هو الولاني، وبعد تو يهزنا برشا حاجات اخرى. يا حبذا ايها الاخوه، كان لقينا دوره سريعه في تحفيظ بعض الاجزاء وبعض الصور، كان لقينا مله قرانيه، كان لقينا تحفيظ بالقواعد. حط ولدي ونمشي انا زاد معاه ونشجع ولدي للشيء هذا. وكان قبل في عهد قديم شوي، كان وقت اليوسف يحفظ مثلا الربع الاول ولا الربع الثاني ولا جزء معين من القران، يوصل يبدا يدور على الشراء يدور به بالعادات، ويبدا يعطيه هذا يعطيه حرام، هذا يعطيه الشو، هذا يعطيه حاجه تشجيعا ليه باش يحفظ القران. وكانت المفخره قبل في تونس هم يكونوا حفظه القران، ثم يكونوا يقرا في جبل الزيتون وما ادراك. هذوك كانوا عليه القوم، اليوم تبدلت المفاهيم، ولينا اليوم ما يمليش في التربيه نتاعو، ما يمليش في الدين نتاعو، اعطيني يطلع لي الطبيب ولا مهندس، والاخلاقيات الله تعالى بها ايها الاخوه. اذا نبدا نغير شخصيتي كل ما نغير، نتواصل مع ولدي كما يلزم ايها الاخوه. في العدل نسيب حديث ايها الاخوه، باش ما نكونوش كلامنا هكاك علم نفس وتعود. هاو سيدنا صلى الله عليه وسلم: اعلم الناس بنا وبابنائنا،
قال في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا ربي أيها الأخوة، ونعد بين صغيراتنا بين أطفالنا، راه أمر مهم جدا جدا أيها الأخوة. مسألة فقهية نخدم بها، ولعل الموضوع تاعنا يكون تاع صغار كبير ياسر، ولكن هذا ما استطعنا، ألا وهو تخص الزكاة. هذه ديوان الأفتاء قال أو أعلن على نصاب زكاة المال للسنة الهجرية اللي هي دخلت إن شاء الله مبروك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كل 1445 للهجرة. النصاب يعني كي يوصل مبلغ المال اللي ندبخوا به عندي، يوصل مبلغ هذا ويحول عليه العام، وانا نحسب العام الهجري مش بالميلادي، ناخذ نهار في العام الهجري، المبلغ اللي وقع عندي في البنكة مثلا ندفع عليه 2.5%. المبلغ تاع النصاب السنة هو 16,124 دينار، وش اللي صرفش عنا فيهم؟ تقريبا 8 مليون وحاجة، 16 مليون يعني بالمليمات و 124 دينار. هذا كي يوصل النصاب ندفع عليه الزكاة، حق الفقير علينا عفوا، وراه ماهيش مزية من عند، راه فرض من عند ربنا سبحانه وتعالى، كما تقول الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله، هم يتسموا مصارف الزكاة. ثم في بعض الأحيان يقول لك أنا عندي فلوس، ولكن عندي نسال الناس ديون، نسال الناس فلوس، نخلص عليهم ولا ما نخلص عليهم الديون هذوما زعما، سواء في التجارة، خلينا منها التجارة، سواء في زكاة المال. أنا حتى مانيش تاجر، أنا مثلا عندي 14,000 دينار مخبيين في البنك، مازلت ما وصلتش بيهم النصاب، ولكن نسال الناس 5,000 دينار، يعني في الجملة ولو 20,000، 14 و 19,000 دينار. شنو الحل؟ قال لك الهدية نقسموهم لزوز، فما ديون يرجى خلاصها، متأكد أنا أعطيت لخويا ومتأكد منه إنسان مخلص هذاك راه باش يخلصني، يعني وكأني الفلوس مخبأة، هاك مختصر الحديث، كأني الفلوس مثلني عليها في البنك كي يقول أعطيني الفلوس ما تقوليش لا، هذوك نخلصوا عليهم كأني الفلوس مخبية عندك، هذا من جهة، وهناك ديون لا يرجى خلاصها. يعني نعرف فلان حش تقلق ولا راهو فارس ونعرف مستعد باش يخلصني، هذوكم ما نخلصوش عليها. اما في صورة ما اذا نهار خلصني فيها حتى بقات عنده 10 سنين نخلص عليها الزكاة مرة برك، وقت اللي نخلص الحاجة التي لا يرجى خلاصها نخلص عليها الزكاة مرة واحدة. وان شاء الله ربما مرة أخرى ربما خطبة قادمة ان شاء الله المسألة الفقهية أو الخطبة كاملة نعمل على الزكاة، لأني فيها ياسر قواعد في الزكاة. ويليت قال مرة شيخ من المشايخ وبهذا أختم، قالوا كان جينا الكل أن نذكر في الزكاة بتاعنا أراه شرط الشديد هو معلمها، شرط الشديد هو شايخ، علاش؟ قد تنزل البركات علينا، ولو كان نعطوا الزكاة بتاعنا حق الفلاح اللي يعطيه زكاة. يحكي مرة واحد قال كنت كي قريت الاستاذ، قال عندي زميلي عنده قطعه ارض، قال شنو يقول يظهر لي هو استاذ تاع تفكير اسلامي او تربيه اسلاميه في الثانوي ولا في الاعدادي، قال شنو قال لي يا سي فلان راني غريبه، راني صبت المطرب والحجر ضربت الزاويه نتاعي انا كهو، الحاجات اللي زرعها مشاو وجيراني ما مسكهمش. نسمع فيها هذه نهار التالي يظهر لي، نهار التالي نسمع فيها في الاذاعه. قال قلت له برا ثبت تعمل مزيان، ثبت مع جيرانك خلصوا الزكاة نتاع الفلاحة نتاعهم ولا لا؟ قال مشى بعد مدة شهر قال لي فلان راهم مخلصين الزكاة، اللي ما ضربتهمش الحجر اعتبروا راهم مخلصين الزكاة. يقول قلت له ودي، قال لي انا خويا ما خلصتش معاك، قلت له هكا الإجابة جات من عند ربي، وصارت في أكثر من مرة الحاجة هذه. فردوا بالنا وانتبهوا وراهم ما نقص ماما من صدقه، الصدقه هي نعطيهم، فما بالكم بالزكاه.
اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم العالمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا من أقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الوالدين الشاربين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وأبعد عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم نور قبورنا وقبور إخواننا من الذين سبقونا والذين هم آتون بعدنا يا رب العالمين. اجعل قبورنا وقبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ارحمنا إذا قلنا لما آل إليه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا قلنا إلى ما آل إليه. اللهم ارحمنا وكن معنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب اهد الراعي والرعية والشباب والذرية. اللهم ولي على بلاد المسلمين خيارها، ولا تولي عليها شرارها يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، آت كل من الحاضرين من الخير ما نوى، آت كل من الحاضرين من الخير ما رشى، آت كل من الحاضرين من الخير ما تمناه عليك يا رب العالمين، واجعل لنا فيه الخير يا أكرم الأكرمين، وصبرنا اللهم على ما لم تعطه لنا بحكمة منك يا أكرم الأكرمين، ورضنا بما قصدته لنا أزلا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا تقوي به الفؤاد، وتطهر به الأجساد، وتثبت به الأقدام، وتسهل لنا به الفتح، وتشفي لنا به الأسقام. يا من يقول للشيء كن فيكون بلا تمهل ولا اهتمام. واختم اللهم لنا بخاتمة الإسلام والإيمان والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بل التمام وآله وصحبه الكرام ما صلى عليه وصلي الأوفل وكافة الأنبياء والرسل. آمين 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا مغفورا لكم إن شاء الله وأقيم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.